هل هناك إرادة سياسية من دولة السودان لسحب هذه القوات؟ نعم، تحدثنا بوضوح في هذا الأمر في عدة لقاءات مهمة، على رأس اللقاء الذي تم بين نائب رئيس المجلس السيادي السيد محمد حمدان دقلو ونائب رئيس المجلس الرئاسي هنا السيد موسى كوني قبل فترة، وأيضا ما شاركنا فيه في تفعيل مجموعة دول الجوار الليبي التي كانت في الجزائر. كلها تحدثنا بوضوح، نعم هناك وجود سوداني من الأجانب الذين يعملون كمرتزقة هنا في ليبيا. هناك نوعان من هؤلاء، النوع الأول وهم الأقل عددا هم الذين وقعوا مع حكومة السودان في اتفاق جبل السلام، وهم ملتزمون بهذا الاتفاق، وبموجبه سيتم برنامج كامل لإعادة الدمج والتسريح وإعادة الإدماج في المجتمعات. المجموعة واللي هي من الواضح إنها الأكبر ومجموعات كبيرة هي من غير المجموعات ما عندها أي علاقة على المستوى الرسمي بالحكومة السودانية، والحكومة السودانية ليست لها أي سيطرة عليها، ولكن يظل مواطنين سودانيين مسؤولية الحكومة السودانية هي أن لا يشكلوا خطر على ليبيا، وأن يكون عدم وجودهم هو جزء من التطور الديمقراطي والاستقرار في ليبيا. لذلك نحن توصلنا إلى آليات مشتركة أمنية فيها لها وجود دعم كبير على المستوى الدولي والإقليمي وفي دول الجوار الليبي، أن يكون هناك كما ذكروا اليوم في لجنة 5+5، أن يكون هناك مخطط واضح لموقع زمانيا بجدولة زمانية واضحة في كيفية حصر هؤلاء المقاتلين السودانيين والتوصل لاتفاق مع السلطات السودانية ممثلة في الأجهزة الأمنية السودانية لكيفية إعادتهم إلى السودان، بحيث لا يشكلوا خطر على الاستقرار في ليبيا وأيضا لا يشكلوا خطر على الاستقرار في السودان. شكرا.